بعد إقرار اللجنة المالية في مجلس الأمة فرض ضريبة على التحويلات المالية، ماذا قال الوافدون؟ هو تعديل القرار بما أن الكويت دي بلد كويسة وبلد عمرها ما دورت، وبعدين الناس بتفتح فيها مشاريع ما بياخدوش منهم لا ضرائب ولا أي حاجة، فإزاي يعني يحط ضريبة على المبالغ اللي أنا حولها دي؟ برضو حاجة مش ظريفة يعني. ما أدري يعني، أنا أحس قاعد يعني تقلون عليهم، عرفت شون؟ لأن هم يدوب يعني اللي يحصلونه يدوب يودونه حق أهلهم وهذا، فما أدري ليش يأخذون الضريبة على نسبة هذا التحويل. هو أصلاً إحنا مش هنلاقي فلوس نحولها، لأن إحنا أصلاً كده كده بقول لحضرتك إحنا أوريدي في ناس كتير جداً من الوافدين معاهم أسرهم هنا، فاللي معاه أسرته هنا مش هيلاقي فلوس أصلاً يحولها مصر، يعني مش هيضرنا بالشكل القوي قوي يعني. أنت طبعاً تعرف إن الوافدين يساهمون وايد في اقتصاد البلد، صح؟ كناحية استهلاكية، قوة شرائية كبيرة. أعتقد إذا يطبق هذا القانون كتحويل بنكي أخف من أنه تكون رسوم قاسية على الوافدين. ما شاء الله هي أقوى عملة على مستوى العالم هي الدينار الكويتي، بس القرار أن أنا لما يتاخد مني هنا، فاهمني، ويتاخد مني هناك، لأن كده كده بيتاخد مني هناك، فبيأثر على المبلغ اللي متحول. أكيد يعني راح يفتح سوق السوداء، لأن الناس دائما تدور على البديل وعلى الأرخص، وبالتالي راح يكون في سوق سوداء وراح يكون في تعاملات خارجية غير عن الرسمية، يعني هذا اللي أتوقعه. يعني أنا أشوف أن كل شخص حر أن يتصرف بفلوسه وفق احتياجاته، فسواء كان مواطن أو يعني وافد، من حق كل واحد يعني يأخذ يتحكم ويكون حر باختيار وين تروح فلوسه، هو بالنهاية تعب عليها وخذها بوجه حق. النسبة نفسها أعتقد لازم تكون مدروسة، لأن ما فيش دولة من دول الخليج طبقتها إنها تكون على حسب قيمة المبلغ المحول، في قيمة مضافة انضافت أو في ضرائب انضافت على بعض السلع المعينة، لكن التحويل بالطريقة دي أعتقد ممكن يعمل مشكلة شوية. المطلوب اللي احنا نعيش زي الأول في الكويت، يعني كانت ما فيش رسوم ولا في أي حاجة. دلوقتي طبعا الرسوم دي طبعا احنا شغالين على الله، هنعمل ايه؟